بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وقلنا إن ذلك يتوقف على أسس التوعية، التنظيم، وصول الحركة العامة والسلام. هذه أسس أربعة ذكرناها في حلقات، والأساس الخامس لمثل هذه الحكومة هي الاكتفاء الذاتي، يعني أن يهتم المسلمون بأن تكون حوائجهم عند أنفسهم، فلا يطلبوا من الشرق والغرب حاجة مهما كانت صغيرة أو مهما كانت كبيرة، وذلك ممكن. البلد الإسلامي إذا عد بلدا واحدا من غير فرق بين السودان وليبيا والمغرب ومصر والأردن وسوريا والعراق وإيران والخليج وباكستان وأندونيسيا وبنغلاديش وأفغانستان وغيرها من الأجزاء المقطعة للجسم الإسلامي الواحد، إذا عدت هذه البلاد بلدا واحدا أمكن أن تعطي كل بلدة حوائج بلدة أخرى، حتى يكون المسلمون 1,000,000,000 يقومون هم بحوائج أنفسهم، فلا يستوردون من الشرق أو الغرب أي جهاز من الأجهزة. وهذا الشيء يبتدأ بأن تقوم الحركة بنفسها لتطبيق هذا الشيء على نفسها وأعضائها أولا، ثم تعمل الدعايات الكافية وتقوم بالشرائط اللازمة لأجل الاستماع. فقد قال علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فما دام نحن المسلمين محتاجون في لباسنا، في أدوات تجملنا، في مأكلنا، في مشربنا، في ألبستنا، في مراكبنا وفي غير ذلك، إلى أمريكا أو إلى فرنسا أو إلى بريطانيا أو إلى روسيا أو إلى الصين أو إلى اليابان أو إلى غيرها، فنحن أسراء في أيديهم، وبالفعل نحن أسراء، فإنهم سادة بالبضائع والمعامل وغير ذلك، ونحن محتاجون إلى كل تلك الأمور. ولذا لا استقلال لنا ولا حرية ولا آراؤنا تسمع ولا لنا كلمة تصغى إليها، نحن أسراؤهم. وفي حال الأسر
لا يمكن أن تقام الدولة الواحدة الإسلامية العالمية كما لا يمكن أن تكون حركة حقيقية تتضخم وتتقدم حتى تنهض بالمسلمين إلى الوصول إلى قيام حكومة 1,000,000,000 مسلم. الأساس الخامس الاكتفاء الذاتي والاستغناء عنهم في كل شيء، في الدواء، في الغذاء، في الكساء، في السيارة، في الباخرة، وفي غيرها. فكل شيء تصنع في بلادنا نحن نتخذها آلة ووسيلة للحياة، وكل شيء لا تصنع في بلادنا من الأدوات والآلات لا نحتاج إليها. فإذا كنا مصممين على ذلك فإن الأمر يسهل علينا، وما ذلك على الله بعزيز. وقد ورد في حديث أو تاريخ رأيته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد المدينة المنورة رأى اليهود قد نشبت مخالبهم في أهل المدينة، لأن اليهود كانوا محيطين بالمدينة من بني قينقاع وبني النضير وخيبر وفدك وتيماء وعوالي وبني المصطلق وغيرهم. رأى رسول الله أن هؤلاء هم المثقفون الذين سيطروا على المسلمين بثقافتهم وعلى غير المسلمين من أهل المدينة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود هم التجار، وبيدهم ما يصطلح اليوم بالأسواق، يعني أن البضائع كانت هم مصدروها، هم مستوردوها، هم القائمون بها. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السلاح تجارها هم اليهود، والسلاح وإن كانت في ذلك اليوم السيف والسهم والرمح وما أشبه، لكن حتى هذه الوسائل البدائية كانت بأيدي اليهود. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود أفسدوا أهل المدينة بالخمر والبغاء والشذوذ الجنسي ونحو ذلك. فرأى رسول الله وبطبيعة الحال بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولأن يكون أسوة للمسلمين إلى الأبد، أن ينقذ أهل المدينة من اليهود. وكيف يمكن إنقاذهم؟ فلما أسر جماعة من أهل بدر جعل الفدية أن يعلم كل إنسان يعرف القراءة والكتابة من الكفار 10 من المسلمين، وهذه فدية ذلك الإنسان المعلم في قبال أن يفدي نفسه بالمال. وهكذا أخذ جماعة من الكفار الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة يعلمون 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، فإذا استوعب هؤلاء 10 القراءة والكتابة كان ذلك فكا لأسر ذلك الكافر وينطلق إلى داره وإلى بيته. فهؤلاء المسلمون الذين تعلموا من أولئك الكفار صاروا هم يعلمون غيرهم، فلم ينحصر العلم في اليهود، وإنما أخذ المسلمون يعلم بعضهم بعضا حتى قام فيهم العلم قراءة وكتابة إلى جانب العلوم.
الشفوية التي كانت تلقيها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الرسول يعلمهم ليل نهار، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من هذه الجهة استراح أهل المدينة المنورة من شر اليهود، ثم قال لهم الرسول: تاجروا أنتم؟ قالوا: يا رسول الله، ليست لنا دكاكين أو محلات للبيع. فقال لهم كما في هذا التاريخ الذي رأيته: اجعلوا بسط، يعني في الشوارع والأزقة. فأخذ المسلمون يشترون بعض الحاجيات ويجعلونها في أبسطة في الشوارع والأزقة، وبهذا بعد مدة استغنوا عن الاشتراء من اليهود وما أشبه، فانقطعت الصلة التجارية إلى جانب الصلة الثقافية بين أهل المدينة وبين اليهود. وبعد ذلك أمر رسول الله المسلمين أن يذهبوا وتعلموا صنع السلاح، فذهب بعضهم إلى اليمن وتعلم صنع السلاح وحتى صنع الدبابة بالاصطلاح القديم وبالاصطلاح الحديث: السيف، الرمح، السهم، الخوذة، الدرع، الدبابة ونحوها، تعلموها وعملوا هم بها، واستغنوا في سلاحهم عن اليهود، وبذلك انقطعت صلة اليهود السلاحية بالنسبة إلى المسلمين. وكان هذا أيضا نوعا من الاستقلال. وكذلك حرم رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى الزنا، اللواط، الخمر، القمار، من الأسباب المفسدة والملهية والتي روجها اليهود بين المسلمين قبل الإسلام، يعني بين أهل المدينة، حتى يجعلوهم لقمة سائغة في أفواه المستثمرين، لأن الفساد مما يحطم الأمم كما هو معروف. ولما فعل رسول الله هذه الأمور الأربعة: الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الثقافي، الاستقلال السلاحي، الاستقلال عن الشهوات ومخالب النفس الأمارة بالسوء، وإذا بمسلمي مدينة يقومون على أقدامهم لا يحتاجون لا إلى المشركين ولا إلى اليهود، ولا هم منغمسون في الملذات والملهيات والمفاسد والمغريات، وكل شيء لم يكن لهم كانوا هم يرممون الشيء بأنفسهم، فصار لهم الاستقلال الفكري والعمل والبضائع وما أشبه، وبذلك قاموا على أرجلهم وقابلوا اليهود وقابلوا غير اليهود من المشركين وغير المشركين، حتى قامت قائمتهم، وحتى وصل الإسلام إلى ما وصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث دخل تحت لواء الإسلام في زمان الرسول وحياة الرسول بنفسه 5 من الدول والتي نصطلح عليها في هذا اليوم بالدول: الكويت، ولم تكن ذلك اليوم بناءات، وإنما قبائل عربية يسكنها كما في بعض التواريخ، والبحرين، واليمن الشمالي، واليمن الجنوبي، والحجاز. تمكن رسول الله من أن
يوسع دائرة المسلمين إلى هذه الأراضي والبلاد باستقلالهم. نحن المسلمين إذا أردنا الاستقلال عن الغرب والشرق والرجوع إلى الإسلام وتأسيس الدولة الواحدة الإسلامية العالمية ذات 1,000,000,000، نحتاج إلى الاكتفاء الذاتي، نكتفي ببضائعنا، نكتفي بمنتوجاتنا، نكتفي بصنايعنا، نكتفي بعلومنا، نكتفي بخيراتنا التي تظهر من الأرض من المعادن أو الثمار أو غير ذلك. فإذا استغنينا عن الغرب والشرق تلقائيا نكون نظير الغرب والشرق، وكما تقدم في كلمة علي عليه الصلاة والسلام: استغني عمن شئت تكن نظيره. أما ونحن محتاجون في كل شيء إلى الغرب والشرق، فلا بد وأن يسود بلادنا الغرب مرة والشرق مرة ووليدهما الصهيونية مرة ثالثة. وإلى متى؟ وجربنا البعثية، وجربنا الشيوعية، وجربنا الديمقراطية الغربية، وجربنا سائر الأمور الغربية والشرقية كالوجودية وغيرها والقومية ونحوها، فلم يزيدونا إلا خسارة. وها نحن بقي أمامنا الإسلام، والإسلام الحقيقي الوارد في الكتاب والسنة المطهرة، وأمامنا سيرة رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. سلمان أسوة، مقداد أسوة، أبو ذر أسوة، علي أسوة، الصادق أسوة، الإمام العسكري أسوة، فاطمة أسوة، رسول الله أسوة صلوات الله عليهم أجمعين. لنتخذ منهم الاكتفاء الذاتي إلى جنب اتخاذنا منهم الصلاة والصيام والحج والصدق والأمانة والحرية وغير ذلك. فإذا فعلنا ذلك نكون قد اقتربنا من الحركة الإسلامية العالمية الواحدة التي تنتهي إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، فاجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.